وزارة التجارة تصنيع الحبوب تجهز الوكلاء بأكثر من 5 ملايين كيس طحين مخصصة الحصة السابعة. إعلان التجارة: أعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة عن تجهيز الوكلاء بأكثر من 5 ملايين كيس طحين مخصصة للحصة السابعة، وأن عملية التوزيع تجري بإنسيابية عالية. أكد ذلك مدير عام الشركة خالد إسماعيل النداوي، وقال أن التسارع في الإنتاج تشهدها جميع المحافظات لإنجاز توزيع كامل الحصة المقررة خلال الفترة القادمة، وتم تشكيل لجان مشتركة لمتابعة عملية إنتاج وتجهيز الطحين وإجراء تجارب فحص الخبازة الموقعية وسحب نماذج من الطحين المنتج لغرض الفحص المختبري. وأضاف إلى قيام اللجان بزيارات ميدانية لمطاحن الحبوب في الأنبار وصلاح الدين وديالة وواسط والنجف وكربلاء وميسان وبابل والبصرة، إضافة إلى متابعة الوكلاء للإشراف على تجهيز العوائل بحصصها المقررة وفقا لنظام البطاقة التموينية. من جانب آخر، التقى مدير عام الشركة بمدير فرع الشركة في صلاح الدين لبحث آليات إنتاج وتوزيع الطحين في المحافظة، فضلا عن مناقشة المواضيع والقضايا المتعلقة بسير العمل وإنسيابية استلام وإيصال خلطات الحبوب إلى المطاحن العاملة وتجهيز الوكلاء تبعا لمواعيد القطوعات وأسبقية التجهيز للمناطق الأكثر فقرا. هذا وتحديد توقيتات مقترحة للشروع بتنفيذ مشروع إعادة إعمار وتأهيل مطحن صلاح الدين الحكومية، وتحديد الفترات الزمنية التي تستغرقها مراحل إنجاز المشروع. إذن مشاهدي الكرام، انتهى الخبر. تحياتي لكم، الإعلامي علي الدلوي.